الصدفة اللي حطيتك على طريق سينما المرأة، ولا بدايتك مع ربع العدوية حملك المسؤولية، ولا كان زمان ال- 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 الكوكبة اللي كانت حواليكي من إحسان عبد القدوس لنقاد لمخرجين كبار كانوا بيحموا تاريخ نبيل عبيد، هم اللي لفتوا نظرك لأن أعمالك تكون ليها قضية معينة ومأخوذة عن قصة معينة، ويبقى أرشيفك في المستقبل تفخري بيه ومصر تفخر بيه كفنان؟ ما هو شوفي أقول لك على حاجة، أنا بداية لما عملت ربع العدوية والمماليك كان تاني فيلم مع عمر الشريف لما رجع يعمل يعني أفلام في مصر، يعني أنا خدت طريق كده. وبعدين في بعض أفلام أنا عملتها ما عجبتش الناس، في فترة أنا عملت فيها أفلام زي إيه؟ لا، في أفلام عملتها في سوريا وأفلام عملتها في لبنان، ودي ما الفترة دي كانت فترة تجارية أساساً، يعني كان في حالة ركود في السينما، ما فيش فلوس، زي يعني في وقت بيحصل دروب. بس أنا ما حبيتش نفسي في المكان ده، يعني عملت أدوار وأدوار مختلفة، لكن أنا كنت بفكر عايزة حاجة تانية، فغيرت الطريق خالص ورحت الإحسان عبد القدوس وخدت الروايات وخدت الموضوعات اللي هي ممكن تساعدني، وبديت الطريق ده، هو ده أحس إنه الطريق الصح بالنسبة لي اللي لازم أمشي فيه. أكيد النهاردة لقيتي نفسك إن فعلا نبيل عبيد ما كانش ينفع تعمل غير النوعية دي من الأفلام، وإن ولا كان برضو نبيل عبيد كان نفسها تخوض تجارب أخرى، ممكن أفلام كوميدي، ممكن أفلام تجارية، أفلام تعمل شباك، أفلام لا تجيب فلوس. لا، ما هو أنا الأفلام جابت فلوس، لكن لكن برضو بيبقى فيه أفلامي كلها كانت بتجيب فلوس. الفترة اللي بدأت فيها مع إحسان خلاص حصل تغير، إلا قبل كده لا، ما كنتش راضي عن الأفلام دي، لكن بداية من ولا يزال التحقيق مستمرا، وأشرف فهمي والمشوار الطويل ده كله، ده اللي غير، بقت أفلامي بتجيب فلوس، وبقت أفلامي بقى اسم راس لستة، يعني المنتج يروح يشتري من إبراهيم شوقي يقول له عايز فيلم النبيلة، يقول له خد عليه 10، يقول له ما بدي، يعني كانوا اللبنانيين يروح يقول له ما بدي، يقول له هتاخد ده الفيلم وهتاخد عليه 10 أفلام تانية. وهو اللي قال لي نجمة، هو اللي حط نجمة مصر الأولى. أنا قعدت يومين مش عايزاها، وبقيت مخنوضة مش عايزاها، وكلمت تكفر، قلت له يا تكفر دول عارضين عليا، قال لي وماله ما أنت تعبتي، قعدت يومين لا مش عايزة. سافرت، كنت رايحة أمريكا، كان عندي تكريم يمكن أو حاجة التلفزيون العربي الأمريكي، وبعدين رديت عليه قال لي أنا بعمل الأفيش، كان أول أفيش يتحط عليه نجمة مصر الأولى، كان التحدي إخراج إيناس الدغيدي. ده كان بداية اللقب. أول حاجة، وده كان بسبب البيع، إن نبيلة هي الأولى في البيع. أيوة، ومن هنا اتحط اللقب ده. أنا الأول كنت متوترة، قلت لا هيقولوا عليا إن أنا عملت ده مثلاً، هيقولوا لا 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 أنا اللي حطيته الناس، لا لا ما رضيتش. لكن لما سألت واحد عنده خبرة زي تكفر قال لي انت تستاهلي دلوقتي، سكت كده. وسالت احسان قال لي يا بلبل، وكنت خايفه، ولكن هو ده طلب التوزيع والانتاج واللي شايفين ان انت افلامك بتجيب فلوس هم اللي هو اتحط لي نجمه مصر الاولى، لان لما بيجي عايز فيلم يبيع عليه المنتج 10 افلام. فبديت اعرف انت الاولى في الليسته، انت الاولى في يعني انت مع ان محمد رمضان نمبر 1، لان هو الاول في الليسته دلوقتي. أيوة برضه. ايوه طبعا. طبعا يعني الالقاب دي يعني في ناس متضايقه، يعني لا لا لا، بيبقى الجمهور اللي اداها، بيبقى البيع اللي اداها، ادى اللقب ده خلاص.